وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فكذا فضاء من فضاءات العقيدة، مفصل من مفاصل العقيدة، إلى قبد مريم باللي أوين أمي يكتب ربي لاثر ذي الدنيث، يكتب ربي فلاس المصيبة، يكتب الابتلاء، ألور سيوان تيك زمرفكس فقط فقط ولاش واحد آخر. وإن يمسسك الله بضر يكتبك ربي المضرة تعدي فلاك فلا كاشف له إلا هو. وكافريض را كرسي أفريض مختصر أخصر طريق الضوء ضرب سبحانه عز وجل ألا نتاك زمرنا كي سوف صدق اللوسع ألا نتاك زمر ذي السخف فلاك وذي رفع فلاك البلا. ذا قد عوزا غشود النغش حالي فرذان عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تجي مفصل من فصل العقيدة بشكل عام باش أدنيني ربي سبحانه ما لا يجرف أمذان ذا شدنيني القواعد ثلاثة إذننا أغي جرف ربي سوين يفغى من ميك فغى أمشي كفغى تجي قواعد أسنت نشفو أكي ربي جربك كيما يحب وقت ما حب بشي اللي بغى سوين يفغى من ميك فغى أكين يفغى. تيجي مسألة مهمة جدا خطر من فيما رثق غفغ العقل المصيبة ديوسانس قبلها أما ذي اللاز أما ذي الهلاك أما ذي المثامة سي نورمال نفغى نعيش ذي لابين نفغى نعيش لهنا ولكن ثم ستجي مهمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير ذا ربي ما يفكد الخير يسيع من الله يبارك فهو على كل شيء قدير. بعض المفسرين فكان ديول معنى عميق أشاروا في هذه الآية إلى الحساد بان ما الذي ينتغل في المصيبة حين الكوراج أحلي لك عين ربي يدفك ربي صبر ولكن ما تفضيون ربي في كاس الخير بلا شحة ذا غي جرب ربي ذا استمسال تاقي أمشا غي جرب إزمرا ذي ليون يعصى ربي 100% ولكن ربي في كاس دي الصحة ذي الدرية ذي تريكا إذ غانكني أغفغ العقل أغدياس الشيطان حيني يرجو سفو أمشيني سي الجامع روايض سي الظليث روايض أقلك سي الفوسيغ روايض سي المصيبة غرثايض أمشويهين ولاش لا الطاعة لا الإيمان ربي في كاس بلا شحة وقيد التسالو سمكا دي الشمر ورك الشيطان أرغونا أرغونا كامل ذا قد مكثيض ذا شد مكثيض إنا سيند أخش مار دي الشغليس خاطيني الشغليس أدي يفكى ربي إيوني ومي يفغى أكين يفغى أشحال يفغى الشيني تجاو في كيد فهو على كل شيء قادر اذعو ربك دي يفكى خير ربينا بعد بربلا عادي حاجة أخرى ولا قارب بنادم هذه الزغوليس الحسد أي غار خطر قرن العلماء الحاسد يتمنى زوال النعم الحاسد ماشي يفغى اشد يفكى ربي من بعد اسد يفكي انت خاطي بالك اسين كساس كاني ونا غاسو يتسكرن كيني الو راهي ثماثن ثم ستاكي خطيره. لذلك معاويه بن ابي سفيان من كتاب الوحي هنا يشفريغا كثير فايوك الغاشي صف لا كاتيغوريك يحسدني شو قالك واعرا انا سايغر واعرا هنا ياسو قاذاكي هنا ياس لان الحاسد يتمنى زوال نعمتي هاي المشكلة الحاسد يفغى الخير نهدي يفكر باش يروح ما سال صحة وري يفغى تيوالي ما سال تريكة وري يفغى تيوالي وهكذا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. فقيث مثلا كدنا ابن كثير إنك هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وكي كلام المفسر العظيم ابن كثير في تفسيره الكبير المعنى ربي سبحانه عز وجل قاهر ولش وقسان القوة من تسع فوق عباده من الظلمة المتكبرين الطواغيت الجبابرة الناس ربي القيوث اللاية الناس إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ورزمغة الشريض القاعة سيضارني ورزمغة توضنش بذرار في الطوليس
وهو الحكيم الخبير. حكيم يسعى لصجلس مطلق الحكمة، كل حاجة يخدم يسدقهم كانس. إذن فلا تعترض، خد مرة دي كومنتير شذرة الحق تخدم دي كومنتير في الشوال ربي سبحانه. أي غر قطر هو يسعى الحكمة فهو الحكيم الخبير إكسبير، يسعى مطلق الخبرة ذا غير يشتغي جرف أخطر نسى فقط إكزمرا أغي جرف.